متابعينا اللحظات الأخيرة فتحت البوابات على بركة الله. اندفاع لجياد الإنتاج عمر الأربع سنوات فأكثر بمختلف درجاتها متنافسة على كأس وزارة الإعلام مسافة 400 متر وقيمة الجائزة 150 ألف ريال. يبدأ دسمال الاندفاع ابن دبي ديستنيشن بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. المتابعة تأتي من يكتسح في المركز الثاني بشعار عبد الإله العساكر، ومن المسار الداخلي راجي الله أيضا من بينهما في المركز الثالث في هذه الأثناء تحديدا. الثاني في هذه المنافسة الثلاثية ما بين دسمال وراجي الله، ويكتسح وأيضا الحضور قادم من المسار الخارجي من مرعدة للمركز الخامس، بينما هناك قرقاش يتسلل من المسار الداخلي يحاول أن يظهر ليجد لنفسه طريق للمركز الأول. قرقاش أيضا يتقدم الآن، قرقاش الاسم المرشح يتقدم، ابن اشتار جيت يتقدم للمركز الأول بشعار أبناء هذا الماجب المطيري يتقدم بقوة. إذن قرقاش الاسم الأبرز، الاسم المرشح بطلا لكأس وزارة الإعلام. ألف مبروك هذا الحضور، ألف مبروك هذا التميز، ألف مبروك هذا التمكن، ما شاء الله تبارك الله، بقيادة المحنك الكبير الخيال المميز الخطير أصيل السرحاني. قرقاش لأبناء هذا المعجب سلام المطيري.